انا جيت عشان اصالحك. صالحيني ليه؟ وانت كنت زعلتيني. امر الله عليا، اختي مش عارف اغيرها. وبعدين ما تنساش ان علي موصيك عليها. وانا ما قلتش معايا عسليه، هي اللي بتشخبط. يعني كنت عايزين اعمل ايه يعني؟ راجعة في انصاص الليالي وبتتطوح، والمفروض ان انا اقف قدام اللي يسوى واللي ما يسواش واقول البيت ده يخصني. صح، انت صح. من هنا ورايح انا وانت ايد واحده عليها، وغصب عنها تتلم. بس عشان خاطر بقى نرجع البيت. بلاش النهارده، مزاجي مش حلو. ليه بس؟ ما قلنا فتون مقدور عليها. مش فتون يا ستي، الشغل اللي كنت نازله راح. ليه كده؟ مش انت قلت رايح تقابل الراجل؟ ايوه، وقابلته وقعدت معاه. لما جينا نتكلم في مرتب قال لي كلام زعلني، مستقل بيا. ما هو الشغل كده يا راشد، اللي بيشغلك بيملكك وبيتحكم بماله. ولا يهمك، انا هرجع الشغل ده بعد اذنك طبعا، ولما احوالك تبقى عال ابقى عني. انت دي ينفع دلوقتي ترجع الشغل اللي فيه كريم بيه ده؟ ما هو فيش في البيت غير هو وامه. خلاص انا هكلمه ومن بكره الصبح هنزل الشغل. تمام تمام. طب اقول لك ايه، تعالي بيتي معايا بقى، فتون زمانها اتقلبت نامت. ماشي يا اخوي اللي تشوفه، بس انا كنت محضره اكل في البيت. مش مشكله، اطلع اوصى على الفرخه مشويه ويخلي الواد يبعتها. خلاص حاضر اللي تشوفه. ولما ارجع بقى نبقى نوضى الاوضه المتبهدله دي. ماشي يا اخويا ماشي، روح انت بالسلام. ولا بقى بيت، دي وكالة. ايه يا بيت؟ مالك يا بيت بتتنفس دي كده ليه؟ لا يهمك انت. ايه ده يا اختي؟ ده اللي مخليك تتنفس دي؟ راشد قتل حسن يا فتون. لا لا ما حصلش يا اختي الكلام ده، هو ايش جاب ده لده؟
الخاتم اللي جبته له قبل ما يموت. ايه اللي حصل يا بنتي؟ خدت في وشك وجريتي ليه؟ انا قلبي وقع في رجلي. قتلته ليه يا راشد؟ قتلته لحسن ليه يا راشد؟ عشان تجوزني. ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجه. والله انا يا اخويا مش فاهمه حاجه. طب استنى نشوف الكلام اقوله من اخره ايه. انت ما بتفهمش. هو قتل حسن. ايه يا اختي؟ ده الخاتم بتاعه. خاتم ايه ده؟ مش عارف. انا ما اعرفش هو ايه. هو رمي بلا ده. انا ما اعرفش. انا اول مره اشوفه. ده انا اوديك في 60 ده. الخاتم ده قتلته ليه؟ حرام عليك. عمل لك ايه عشان تقتله؟ يخرب بيتك عليك. يخرب بيت اليوم اللي عرفتك فيه. قلت لك من سرعه تعرف. سيب البنت هتموت. عارف انت سكرانه ولا ايه؟ سيب المعرفه يفتح. وانتوا اتفقتوا عليه؟ وانتوا اتفقتوا عشان تقتلوه؟ عملتي فيا كده؟ انا ما عملتش. عملتي فيا كده؟ انا بعرف عليكي. هو ايه؟ هات الخاتم ده. انا هوديك في 60 داهية. هفرطك عليك. هوديك في 60 داهية. تعالى هنا. عايز ايه ده؟ صابع البيت يا ولدي. هتبلغ عني. مش هتبلغ عني. لا تعالى. لا جرى يا اخويا. في البنت عسلية بتجري. في حاجة فيها. اوعى كده يا شيخة. حد عيان. الصداع هيفرتك دماغي. بنت فص مالها ودابت. زمانها دلوقتي بتبلغ البوليس عننا. عننا؟ عنك انت يا اخويا. هو انا كنت معاك وانت بتذبح الواد؟ كان لازم يعني تنسحبي من لسانك وتقولي قلنا وما قلناش. كنت مدروخه وانا كنت في وعي يعني. وبعدين البنت مش متاكده من حاجه. واحنا اتضربنا واتخانقنا وصوتنا وزعقنا. ولما ترجع بقى هقول لها ما نعرفش. ما حصلش. لا. ولو قالت اي حاجة هقولها لا غلط. لا 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 لا. هي دلوقتي متأكدة ان انا اللي قتلت الواد. مالي معدي هنا؟ انا هيب واختص واشوفها راحت فين. عندك. هتروح فين؟ رايح فين وهتسيبني لوحدي؟ عايز ايه مني يا فتون؟ تستنى لحد ما نشوف هنعمل ايه. استنى لحد ما ايه؟ ما ليها دخلة والبوليس وراها. بوليس ايه؟ هي مش هتروح تبلغ البوليس ولا حاجة. طب هتقول لهم ايه؟ جوزي قتل خطيب اللي قبل كده ولقينا معاه خاتم. القصه كلها على بعضها متلخبطه. لا مش متلخبطه، وخصوصا بعد ما تنيلت اتجوزتها. فتوم احنا لازم نختفي من هنا. سالي ازيك؟ الحمد لله على سلامتك. مالك مدام؟ فين هي؟ فوق. مالك يا سالي في ايه؟ دايما قولي لي احنا عايزاه. ايه ده؟ انت عامله كده ليه يا عسليه؟ كنت بتعيطي ولا ايه؟ هو حصل مشكله مع جوزك ولا ايه يا عسليه؟ ايه ده؟ في ايه يا سالي؟ انا جيت لك عشان ما اديش بالله. ايه بس يا حبيبتي؟ في ايه؟ اهدي اهدي. لما انت هنا محدش يقدر يمسك. يا الهام اعملي ليمون بسرعه. هسوق بعد اذنك. اصل انا مش هينفع تقعد هنا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ بليز اسمعيني. دي متجوزه واحد تاجر مخدرات. ممكن تبقى عامله جريمه ولا كارثه وجايه تستخبى عندنا. نوين هي تقعد عندنا. انا والله العظيم ما كنت اعرف. راشد اللي انا متجوزه. انا ملناش علاقه بيكي ولا بالراجل اللي انت متجوزاه. In 5 minutes you have to leave. فاهمه ولا لا؟ بعد اذنك يا ماما. لو احتجتي اي حاجه كلميني.
sorry, Sally. He's my son. انت اللي عملت في نفسك كده. فاكر لما كنت قاعد معايا وعمال تقول لي انك عايز تقتل الواد؟ انا قلت لك لا وعلي صدق على كلامي. انت اتخبلت في نافوخي في ايه؟ بقول لك يا راشد خد بقى لفينا السيجارتين دول علشان اروق دماغي، وبعد ما اروق دماغي تحكوا لي كده بهدوء ايه بقى اللي حصل عندكم وكركب حياتكم كده عشان تيجوا فجأة بربطة المعلم وتطبوا علي. ولا حاجة والنبي يا اخي. خناقة معايا على شغل وفلوس وكده. وطلع الواد ده مسجل خاطئ. قمت انا قلت له لا نسيب الحارة ونروح عند غنوة نكن 3 أيام كده عقبال ما الأمور تتحسن يعني. وماله يا فتون؟ ما هو ده بيتك يا حبيبتي. وافهمي بقى إن من النهاردة دي شقتك وأنا اللي ضيفة عندك. شايف ولاد الأصول؟ شايف الجدعانة؟ الله، طب وبقيت رابطة المعلم فين؟ فين عسلية؟ طفشت يا نهار اسود. ايه اللي انت بتقوليه طفشت ايه؟ لا عسلية كويسة مفيش حاجة، مشكلة بس حصلت بيني وبينها واتحل. بقول لكم ايه؟ انا مش قادر الف لف لنفسكم. انا هنزل اشم شوية هوا، سلام. اوعى تروح الحارة. فتون. نعم. قولي لي كده بقى وهاتي من الاخر، ايه حكاية عسلية؟ أنا هلف سجارة كاملة لنفسي وأشربها كلها وبعدين أشوف أحكيلك ولا ما أحكيلكيش. محدش بيموت ورا حد. عاوزك تتجوزي وتفرحي. انتي عسلية حاجة كبيرة قوي عندي، كتير قوي عليا. انا عمري ما اتمنيت من ربنا حاجة